الدواء ده انا واخداه الشهر اللي فات ب 40 جنيه. يا سلام، هو في حاجه بتفضل على حالها يا ست ايريني؟ هو ايه الهم اللي احنا فيه ده؟ الله، هو كل شويه يغلونا الحاجه كده. يا ست ايريني، لو انت مش عامله حسابك خد الدواء وهاتي الفلوس على مهلك. لا، على مهلها ازاي؟ هي عامله حسابها وهتدفع دلوقتي. اخرس انت. طبعا. خد ال40 جنيه دول هم اللي معايا دلوقتي، وان شاء الله على اخر النهار هجيب لك الباقي. مفيش مشكله خالص، لو ما معكيش خلي. متشكره قوي يا دكتور. لا متشكره ايه، احنا بنسهر هنا طول الليل، اي وقت عدي ادفعي اللي عليكي. ان شاء الله تدفع حق كفنك يا بعيد. انا عارفه انت مستحمل الواد ده ازاي. خلاص اعمل ايه، خدت عليا ست ايرين. والله انت ليك الجنه. سلام. على السلامه. عيب كده يا عطر. عيب ايه؟ ما عيب الا العيب. دي شي على قلبها كده هي وابنها قد كده، احنا هنصرف عليهم ولا ايه؟ بس بقى عطا تعال عايزاك. حاضر حاضر. عن اذنك يا دكتور. اتفضل. في ايه يا محسن؟ خير؟ انت هتخلص شغل الساعه كام؟ ليه؟ عايزك تاخدني عند المحامي صاحبك اللي ودتني عنده يوم اعلام الوراثه بتاع ابويا الله يرحمه. ايه ده؟ انت ورثتي حد تاني ولا ايه يا محسن؟ يا اخويا حورث مين تاني؟ ده انا عايزاه يرفع لي قضيه طلاق ولا خلع، عايز اخلص من عرفه بقى. يوه، اتخانقتوا تاني؟ يا اخويا مطهقني مطهقني مطهق عشتي، عايز اخلص منه خالص. ما انا ياما زمان قلت لك عرفه ده مش من توبك، انا ابن خالتك واولى واحد بيكي. يا اخويا تنيل، منيل من سيدي الا ستي. يعني ايه دي؟ نعم. لا يعني ولا حاجه، انا عايزك تتصل بيا النهارده عشان بعد ما تخلص شغل نروح للمحامي سوا. ايه ده اتصل لي؟ انا اتصل؟ اتصل اتصل وانا هشحن لك الكارت. اذا كان قصدي مش القصد يعني. المهم المهم ان الموضوع ده يخلص النهارده. هيخلص، بس انا من رايي بقى ان انت تقعدي مع عرفه ده وتتفاهموا ودي ويطلقك، ولا محامي ولا مصاريف. عرفه عرفه ده انا عارفاه، ما بيجيش بالذوق. بقول لك ايه، مستنياك تكلمني. ماشي يا محاسن، هخلص لك كل حاجه، بس انت اوعي تنسي موضوع كارت الشحن ده. واضح ان انا مفيش قدامي غير الحل اللي انت اقترحته عليا. انك تيجي تعيشي مع جدي؟ وانا قلت لطنط نجاة، واتمنى بقى انها تقف جنبي. لا ما تقلقيش على امي، ان شاء الله هتعرف تاثر على مامتك وهتريحك على الاخر. عارف انا طول عمري بشوف عمي ومرات عمي صورة الأب والأم اللي كنت أتمنى أكون بنتهم. ما بلاش تقلي بيها غم قوي كده. أنت عمرك ما هتقدر تحس بيا، أنت في نعمة كبيرة قوي ما أنتش عارفها. كده برضه يا سمية؟ أنا مش حاسس بيكي. أنت مش عارف حاجة. أنا بتقطع من جوايا. أنا بتمنى لحظة استقرار. لحظة هدوء وحب. عارف يعني إيه تفضل عايش طول الوقت في قلق وفي مشاكل وكمان فضايح؟ والله حاسس بك، بس هاني هانت قوي. كلها كام سنه كده ويبقى لك بيتك لوحدك، مملكتك اللي تمليها حب. تفتكر؟ انا متاكد. والله انا شكلي كده من كتر اللي انا شفته اتعقد، ما بقاش عندي امل ان ممكن اي حاجه حلوه تجرالي. اوعي تقولي كده يا سمية، مهما كانت ظروفك صعبه اوعي تخليها تسرق منك املك في بكره. اذا كان النهارده صعب فبكره ده بتاعنا ولازم نستناه ونعيش عشانه. هحب. مش يلا بينا بقى ولا ايه؟ ايه ده بدري كده؟ بدري ايه؟ هي كانت محاضرة وخلاص خلصت، نقعد بقى نعمل ايه؟ ايوه يعني، بس انا ماليش نفس اروح دلوقتي. مالكيش نفس تروحي ولا مستنية حد؟ هكون مستنية مين يعني؟ علي انا برضو يا ندى. بقولك ايه، انا ما بحبش الالغاز اللي بتقعدي تتكلمي بيها دي. عموما ريحي نفسك، هو شكله كده النهارده مش جاي. قصدك مين؟ امير. هو في غيره؟ عادي يعني، ما يجيش براحته. ده انت عينك كانت هتطلع عليه من كتر ما بتدوري عليه في كل حته في الكليه. ساره، طب زعلانه ليه بس كده يا ندى؟ ده حتى امير لذيذ وكل بنات الدفعه هنا يتمنوه. مين ليك يا حبيبتي؟ انا مش بتاعه الكلام ده. انا بس هو عينه مش عليا انا، هو مهتم بيكي جدا وكل الدفعه هنا عارفه. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ يا ماما امير ده بالنسبه لي زيه زي اي زميل عادي. طب ممكن عشان خاطري تخليه اكتر شويه من العادي؟ اهلا، جبنا سيره القط. مساء
صباح الفل على احلى بنات. شكلك كده لسه صاحي يا امير. لا 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 لسه صاحي، الدنيا بس كانت زحمه وكده ويا دوبك لسه واصل. بس على فكره بقى، في محاضره مهمه جدا فاتتك. مش انت نقلتيها؟ طب خلاص. طب انا لازم امشي دلوقتي حالا، عندي مشوار مهم جدا مع ماما. طب استني عشان تاخديني معاكي. لا تاخديني معاكي ايه، بقول لك انا ما بحبش اقعد لوحدي، بلاش غلاسه. خلاص ندى تقعد معايا. ايه ده، وانا هقعد اعمل ايه يعني؟ خلاص بتقول لك ندى تقعد معاك، ساره وعندها مشوار، انت ما عندكيش حاجه. مش انت نقلتي المحاضره؟ نقعد في الكافيتيريا. مش نقلتي المحاضره؟ طب خلاص هعزمك على حاجه. حظك ان انا مستعجله، غير كده انا كنت شبت في العزومه وغلست عليك. ما تبطلي بقى. طيب يلا باي. طيب طريق زراعي بقى. بمزاجي. هي كانت بتقول لك ايه؟ ابدا ما كانتش بتقول حاجه. عموما يعني عشان انت بس طلعتي جدع معايا، بس عشان طلعتي جدع انا هوصلك يعني اما نخلص. توصلني؟ انسى يا بابا انسى. طب اهدي بس، احنا هنقعد في الكافيتيريا نشرب حاجه ونشوف المحاضره اللي انت نقلتيها ونشوف موضوع التوصيله ده بعدين. ماشي. طب يلا بينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقولة حصلت الطلاق؟ يقطع الشيطان وسنينه يا حاج، فعشان كده أنا جيت لك على ملا وش أجري. يا طيبة قلبك، عشان أتدخل مش كده؟ أنا بقى لا هتدخل ولا ليا دعوة بيهم، منهم لبعض إن شاء الله ياكلوا بعض. ده اسمه كلام يا حاج؟ ده أنت البركة اللي في وسطينا يا اخي. ما كانش عشان خاطر الاثنين الكبار، عشان خاطر بنت الغلبانه الصغيره سميه. سميه والله البنت دي هي اللي صعبانه عليا، وانا كمان صعبانه عليا، عشان كده انت وراضي تجيبوا عرفه هنا تديله كلمتين في جنابه وتصلحوه على محاسن. ما هو على يدك انا جات، يا ما عملنا كده ويوم واتنين وترجع ريما لعادتها القديمه. طب والحل ايه بس يا حاج؟ سيبيها على الله ونعم بالله. لما راضي يجي بالليل واقعد معاه ونشوف هنعمل ايه. الله يكرمك دنيا واخره ويقعدوا لك في صحتك وفي عافيتك، ولغايه لما تخلص الموضوع ده سميه حطها في عيني دي وفي عيني دي. اللي انت بتعمليه ده هيقعد لك في ولادك يا نجات، وعمر ما هيحصل لهم حاجه وحشه ابدا. ربنا يقبلها منك يا ابو نفس طاهر انت، وانا مش عايزه بالدنيا دي كلها غير الصحه والعافيه ويخلي لي ولادي وجوزي. طب مش كنت وصلتك لحد البيت؟ يا سلام ما ينفعش طبعا. اقول لك ايه، عارف لو اتاخرت بكره زي عادتك. لا مش هتاخر، بس طب انا مش اوصلك لحد البيت. بقول لك ما ينفعش، انت ايه ما تفكرش. انا غلطان.